الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العدا المصلوبين في النار قصدك ناجي كلب عقل ابويا حلاوه طب وايه الجديد في كده يا برودك يا اخي ما هي دي بيت صنعته ياكل بعقول خالق حلاوه هو ابويا مش من ضمن الخالق يا ياكل اللي ياكله الا عم شهري انا ما صدقت كسبته بعد السنين دي كلها ومش هوعيه ياكله مني ابدا بس اهدى يا فرج اهدى اهدى احنا عايزين نعمل حاجه نوقف بيها عند حد حاجه زي ايه يعني مش عارف بس حاجه لازم تكون محكمه حاجه ما تخرش ميه ماشي ايدي على كتفك اهي من غير تشنج ولا عصبيه زي شرير السينما ماشي من غير تشنج ولا عصبيه زي بتوع السينما يلا يا فرج يلا بينا ليه مش لحد السلوك ومطار على كده يلا يا هادي يا ابني روح العب هناك جبايه مالك نعم ما انتش ناوي تتجوز بقى ولا الجواز اسمه نصيب يا خالي اهلا هو نصيبك لسه ما جاش ده كلام يتقال دي ده كلام ما تقولهوش واحده فاتها سن الجواز ما انا برضه فاتني سن الجواز يا خالي انت اللي ضيعت اجمل ايام شبابك هدر فضلت تدور على سراب ورجعت لا زوجه ولا اولاد وايام العمر يا ابني بتعدي يوم ورا يوم وخساره تضيع حياتك كده انا حياتي ما ضاعتش يا خالي ما تفتكرش ان انا خسرت حياتي بالعكس ده انا كسبتها كسبتها ايه كسبتها ازاي بس الانسان يا خالي بيقضي حياته يسعى ورا السعاده والسلام اغلى ما في الحياه هي السعاده والسلام ده كلام مظبوط يا ابني تمام كده وفي سبيل ده بيفضل يدور على الطريق اللي يوصله لكده علم مال شهره عيله بيت اولاد والكلام ده برضه مظبوط تمام كده انا عملت كده يا خالي لما سافرت وسبت البلد انا ما كنتش بعمل حاجه شاذه بالعكس انا عملت زي ما كل عاقل لازم يعمل عداك العيب يا ابني تمام كده عملت زي التاجر الشاطر اللي اتكلم عنه السيد المسيح في امثاله عن ملكوت السماوات ازاي المسيح يا خالي قال يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه تمام كده لتبقى أغلى وأعظم من كل اللي عنده
وانا بقى عملت كده يا خالي، بعت كل اللي ليا واشتريت اللؤلؤة الواحدة الغالية العظيمة الكثيرة السماء. ايوه فعلا، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ انا ما خسرتش نفسي يا خالي، بالعكس انا كسبتها. الرز ماله دبلان ومسكع كده يا ده شحات، زي ما يكون عنده فقر دم. مش دي الارض اللي خدناها من ام قوي؟ ام قوي، ام قوي مين يا كبير؟ ام جمال يا متخلف. ايوه ايوه ام جمال. ما حصل ايه يا متخلف؟ ايه حصل اللي بيحصل دايما؟ ايه اللي بيحصل دايما؟ كل ارض خضره خدناها من ارض ام جمال بتموت. ازاي بقى يا فالح؟ زي الكلب الوافي، مش الكلب الوفي لما يبعد عن صاحبه بيموت. اه يا جاهل. متخلفين، كل فكره غبيه يصدقوها يروجوها في البلد. ايه اللي بيروجوه في البلد يا رضا؟ لا البلد كلها بتقول الارض الصحية بتاخدها من ام جمال، بتحط ايدك عليها بتموت. الواحد لما بيقعد معاك وبينسى نفسه. لا مؤاخذة اتأخرت على الرجالة في الغيط، بعد اذنكم. مع السلامة يا شاكر. اتفضل. ربنا معاك يا شاكر. مع السلامة يا شاكر. لو سمحت يا نعمة كوباية مية. كل ما احس بالعطش على طول افتكر كلام المسيح عن العطش. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. طوبى للجياع والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. طبعا الكلام اللي كان بيقوله المسيح عن العطش ما كانش يقصد بيه عطش الماء. لا طبعا يا خالي، الكتاب المقدس لما بيتكلم عن الجوع والعطش بيتكلم عن الجوع الروحي والعطش الروحي. فاكر يا خالي، فاكر زمان لما كنت بقولك انا حاسس ان جوايا فاضي، حاسس بفراغ، فراغ ملوش قرار. ايوه يا ابني فاكر. الا فاكر، انت ياما وجعت قلبي بالكلام ده. وانا كمان يا خالي كان قلبي بيوجعني وما كنتش عارف، لغايه ما مريت باحداث كبيره وسمعت كلام كبير عرفني ايه هي المشكله. كلام كبير ايه واحداث كبيره ايه؟ كلام كتير يا خالي هحكي لك عليه كله. المهم انا اكتشفت ان الفراغ اللي كان جوايا ده ما كانش جوايا لوحدي، لا كان جوا ناس كتيره. عطش، عطش عايز اللي يرويه ويطفيه ويطفي ناره. حد زي مين يا ابني؟ المسيح يا خالي. المسيح قال من يؤمن بي لا يعطش، وبيقول كمان أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. تمام زي الكلام اللي قاله المسيح للمرأة السامرية، الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هو مستعد يملى الفراغ ومستعد يروي العطش، بينادي علينا وبيقول لنا من يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. كده مجانا؟ ايوه كده مجانا، بس احنا نصلي ونطلب للمسيح انه يسد الفراغ ويروي العطش. نصلي يا ابني نصلي. تحب تصلي يا خالي؟ اوي اوي. نصلي. يلا رجالة الهمة شوية، زحزحوا السور البوص ده اللي بره كده كم متر شوية. يلا أمرك يا كبير. مش أحسن يا فرج نغري فلاحين أم جمال بشوية فلوس وناخد الأرض سكيت؟ لا من شاف ولا من دري. عموما نجرب. الثانية يا فرج؟ لا ابدا مفيش حاجة،
انت مش ناوي ترجع على في دماغك؟ ريح انت دماغك بس يا فهيمه ومالكيش دعوه. يا فرج دي سرقه، وانت وعدت ابويا انك مش هتتعرض لارض ام جمال. هو الحق عليا يعني ان انا عاوز اشتريها بالحلال بدل ما هي سايباها كده في ايدين الفلاحين الماجورين يعكوا فيها؟ قلبك عليها قوي يا خي. انت عارفه قد ايه انا قلبي حنين. انت هتقول لي عموما انت مش هتكسب غير غضب ربنا وغضب الناس واهل البلد كلها. المهم انت ما تغضبيش عليا يا فهيمه، انت عارفه قد ايه انا بعزك، ده عشره عمر مش مساله حب ولا جواز. لا فاكره، فاكره فهيمه؟ فاكره ايه؟ فاكره اول يوم شفتك فيه. ارجع احسن لك، انت عارف دي بنتي مين؟ دي بنت سيد المعصاره، لو عرف بحكايتك هيقطعك حته. انا قصدي شريف يا ست البنات. ولما انت قصدك شريف بتتنطط لي زي فرقه لو ريحه لبى من ابوها زي الناس المحترمه. هيحصل ان شاء الله يا ست البنات. اوعى حد منكم يقول لابويا على اللي حصل، انتوا عارفين ممكن يعمل ايه. وانت ايه رايك؟ يو مش غلط وشريف يبقى خلاص يعني موافق؟ انا عارفه بقى. ايه يعني ما لقيتش غير بنت شهدي المعصراني عشان تخطبها؟ وماله ياما، راجل ماله هدوم؟ بس ده طلع فيها وحاطط مناخيره في السما وفاكر ان اللي خلقه ما خلقش غيره. واني بقى ما احبش اناسب الا الصنف ده. امال يعني اروح اناسب واحد على باب الله وحسن لله يا سيادي؟ يعني خلاص مفيش فايده؟ ايوه. طيب ولا تكونش بتحبها؟ وبعدين معاكي بقى ياما الله. منك انت. طب استنى استنى لما خالك يجي عشان يروح معايا. ياما البركه فيك، ده انت بعشر رجاله ياما. حاضر حاضر، استعنى على الشقة بالله. وانت شفت فايمة فين؟ انا ما شفتهاش يا سعادة البيه. ازاي جاي تخطب واحدة ما شفتهاش؟ انا سمعت عنها وكفاية انها بنت سعادتك. ده انت واثق من نفسك قوي. وافرض انها ما وفتش؟ كل شيء اسمه ونصيب يا شهدي بيه. طب انا هخش اخد رأيها، لو كان في اسمه ونصيب ندخل في التفاصيل بالاذن. اذنك معاك يا سعادة البيه. تفاصيل ايه اللي بيقول عليها؟ امال مش في شبكه وشقه وعفش وتلاجه وتلفزيون كل ده؟ انت فاهم ايه؟ هو دخول الحمام زي الخروج منه. ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليه. ها يا فهيمه قلت ايه؟ الاولى قلتك يابا. انت اللي هتتجوزي مش انا. اللي تشوفه يابا، إذا كنت حضرتك شايفه جدع وابن حلال وموافق عليه يبقى أنا موافقة. يعني أنت موافقة يا فهيمة؟ إذا كنت موافق يا. وإزاي توافق على واحد ما شفتوش ولا تعرفوش؟ ما أنا لسه شفته يابا يبقى خلاص. نخش في التفاصيل. يعني واحد؟ الأهم من موافقة التفاصيل. انا تحت امرك. بنتي لازم تقعد في شقه مفروشه من مجاميعه. احنا بيتنا كبير وواسع وانا مستعد اجهزه من مجاميعه. انا قلت بنتي لازم تقعد في شقه خاصه بيها. يعني يرضيك يا سعاده البيه اسيب امي لوحدها؟ يوه يا فرج ما تشيلش همي قوي كده، هي العفاريت هتخطفني. ممكن تروحي تقعدي عند ابنك على الرحب والسعه. برضه ما تشيلش هم يا شهدي بيه، انا اقدر اعيش لوحدي واخدم نفسي بنفسي، وعلى راي المثل اللي فات داره ان قل مقداره. ها تقدر تعمل اللي قلت لك عليه؟ قدها وقدود يا سعاده البيه، احنا وضعنا في الشرقانه زي وضع حضرتك في المعصره بالظبط. كويس. هس كده بقى احب افهمك، انا هكتب لفهيمه بنتي 40 فدان. انا برضه قلت ان نسب سعادتك شرف كبير ليه. خلاص ما دام وضعنا زي وضع بعض احنا برضه نحب النون نفس الشرف. ربنا يشرف مقدارك يا سعاده البيه.
انت كمان تكتب لفهيمة 40 فدان. مش قادر او مش عاوز قول من دلوقتي وكل حي يروح لحاله. بس بس ايه؟ يعني ممكن حضرتك تديني فرصة للتفكير والتدبير. انت شاري فهيمة ولا لا؟ ايوة طبعا شاريها. اذا كنت داخل على طمع يا ابني اصرف نظر على الموضوع من دلوقتي. لا يا سعادة البيه. خلاص يبقى الموضوع مش عايز اي تفكير. يا كانت ايام فترة فرحنا فهيمة. كان فرح العمر. طبل وزمر ورقص وغنى وزراغيت طول الليل والناس تنتها تاكل 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 لغاية ما تلكم. ومرت 10 سنين ما عرفناش نجيب ولا حتى حتة عيل واحد. بس احنا الاتنين كشفنا. لا انت فيك عيب ولا انا في عيب. بس نظرات الناس ما بترحمش يا فرح. وانا مش هرحمهم يا فهيمة. ده رعد يا حبيبي. المطر ده هنغرق والدنيا هتغرق ونموت كلنا. ما تخافش يا هادي، ربنا وعد ان عمر المطر ما هيغرق الدنيا ابدا. هو اللي قال كده؟ ايوه حبيبي. انت ما سمعتش عن حكايه نوح؟ نوح؟ ايوه. نوح مين؟ انا احكي لك حكايه نوح يا حبيبي. نوح ده راجل طيب وبار وقديس، وكان بيعيش وسط ناس اشرار خالص. ربنا زعل قوي من الناس الوحشين دول ومن عمايلهم، غضب عليهم وقرر انه يغرقهم بالطوفان، يعني مطر كتير وشديد قوي. ام ربنا قال لنوح يبني مركب كبير قوي، يعني فلك، ويملاه اكل وشرب، وياخد معاه حيوانات الارض 2 من كل نوع حيوان. وجه اليوم اللي حدده الله للطوفان، السماء سودت والغيم كتر، وبعدين نزل مطر كتير قوي، مطر ما حصلش زيه ابدا. طوفان غرق كل حاجه. نوح دخل هو واولاده الفلك مع الحيوانات، كل الناس ماتت الا هما. بعد حوالي 7-8 شهور طلع نوح من الفلك هو والحيوانات اللي معاه. وربنا قال لنوح وولاده انه ابدا مش هيرجع يغرق الارض تاني. وعلشان كده هاني عمل علامة في السماء. علامة في السماء؟ علامة ايه؟ تحب تشوفها؟ اشوف ايه؟ العلامة اللي عملها ربنا في السماء. بس دي كانت ايام نوح. ولحد النهاردة تحب تشوفها؟ فين؟ اهي في السماء اهي. حلوة قوي دي علامة ربنا؟ ايوه دي علامة ربنا. ربنا بالعلامة دي بيقول لنا انا بحبكم وهحافظ عليكم ومش هخلي ابدا اي حاجة وحشة تحصل لكم. والعلامة دي بتقول كده؟ ايوه بص كده هتلاقي ربنا بيقول لك انا بحبك يا هاني وهحافظ عليك ومش هسمح ابدا ان حاجة وحشة تحصل لك. انا هطلع اتفرج عليها. مش هتخاف من المطر؟ لا خلاص. طب يلا. يا سلام يا سلام يا ناجي على كلامك الحلو حتى مع العيال الصغيرين. انا لسه مصر انك انت لازم تتجوز. حرام يا ابني، حرام الحب والحنان ده كله يروح هدر. هو موضوع جوازي شغلك للدرجات يا خالي؟ يا ابني يا ابني عايز اطمن عليك قبل ما اموت. ربنا يديلك طول العمر يا خالي، انت بس حضرتك اللي خايف ان انا ابقى عانس. يلا ما نعرفه على بسمه دي، ست عظيمه ويستاهلها. مين بسمه دي؟ بسمه يا ناجي اللي كنت بتتعانق عليها انت وفرق. بسمه دي ارمله جوزها توفى وساب لها اغنى جنينه فاكهه في المنطقه 10 فدادين، وساب لها 6 عيال. 6 عيال مره واحده؟ الله، طب ما انت بتحب الولاد دي، انت بتنتهز اي فرصه تقعد معاهم وتكلمهم وتلعبهم. محدش عارف حكمه ربنا فين. اهي بسمه دي ارمله وعندها نص دسته عيال، وفرج وفهيمه هيموتوا على حته عيل ومش طايلينه. ايوه، وام فرج كل مره فرج يزورها تسمم بدنه، تحلف اليمين ان هي ما تخش له بيت الا لما مراته تخلف. نحن نشاء والله يفعل ما يشاء. يلا يا جماعه، يلا يا حبيب، يلا العافيه يا سيد. العافيه يا شحن. يلا يا جماعه، ادي حبيب، ادي النحل، ادي يا جماعه.
يلا بسرعة يلا يلا يا استنى يا واد يا حلو، انت تبقى ابن مين؟ ده الولد جمال ابني مش كده يا والي؟ ايوه يابا. معقوله؟ معقوله يا شحال الواد الحلو ده يبقى ابنك؟ طب ازاي يطلع حلو كده وانت وشك يغم بلدي؟ طلع حلو لهم، اصل امه حلوه قوي زي لقطه القشطه، مش كده يا والي يا جمال؟ ايوه يابا. ايه الخخا اللي انت عاملها دي يا شحال؟ يلا خد ابنك واستناني بره. يلا حاضر يا كبير. يلا يا والي يا جمال، يلا يا والي. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا فارق. قول لي يا فارق، انت هتصبر على الحال ده كتير؟ يعني عايزاني اعمل ايه يا ماما؟ ادي الله ودي حكمته. طلقها طلقها يا فارق، واتجوز واحده تجيب لك عيل يشيل اسمك بدل ما تموت كده في طيس. انت بتنشري عليا من دلوقتي في وشي يا ماما. الله، مش لازم نبص للمستقبل يا ابني، ما نموت علينا حق. ياما ياما دي بنت ناس برضه. اسم الله، ما احناش واخدين من ابوها غير الانزحه وطوله اللسان. ياما انت عارفه قد ايه شهد المعصراني مفتري، مفتري هو وعيلته، يعني يقدر يخلص عليا بضفر رجله الصغير. عيب عيب يا فرج الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا اللي بفخر بيك في البلد كلها واقول انا خلفت سيد الرجاله. يعني عايزاني اعمل ايه ياما؟ تعمل اللي قلتلك عليه 100 مرة، تنفذ اللي في دماغك بدراعك، ساعتها الكل هيضرب لك سلام. هما شوف يا ماما. ما بتمدش ايدك ليه؟ ماليش نفس. ليه؟ مش عارف. انا بقى عارفة، كل ما بتروح عند امك وتاخد الحقنة اياها ترجع لي مادة جوزك شبرين واقعد فيها حيفك عشان تفرد في حياتك المقلوبة. اصل انا صحنتي مقلوبة وانت صحنتك زي الفل، ده انت اكبر مقلب شربته في حياتي. انا مقلب يا جاهل يا ساقط الابتدائية؟ اسم الله عليك يا اللي معاك الدكتوراه، ده انت اجهل من دبة. ما انت ما فيكش غير لسان. لو كنت بني ادم ما كنت خلفت ولو حتة عيل واحد يا ارض بور. وليه ما يكونش لاقي فيك؟ كل البلد بتتكلم عنك. لما طلقتك ورميتك رمية الكلاب ما بقاش انا فرد. هتدفع ثمن الالم ده غالي قوي يا فرد. اه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع فوق الغصون الوان. يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشينك على القلوب واملاها من فرحك، الشر يكوي القلوب والنار يحرقها والرب يرعى الشعوب وخيره يرزقها. ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جناحه